نحن في طريقنا الى مطار حمد الدولي لاستقبال فريق الرجاء البيضاوي. تصادفنا امطار الخير والبركه، ان شاء الله تكون بركه على فريقنا الغالي. كما كتشوفوا احنا قربنا المطار دابا، ان شاء الله مربوحه والكاس ديالنا الكاس رجاوي. كما كتلاحظوا احبابنا احنا قربنا المطار دابا، ملي غنوصلوا غنوفيكم بكل مستجدات ان شاء الله. خليكم معنا وديما ديما فريق الرجاء. مباشرة من الدوحة دولة قطر. كما كتشوفوا صحابنا الان وصلنا الى مطار الدوحة، مطار الدوحة الدولي. احنا غاديين دابا الباركينغ نحطو الطوموبيل، ومن بعد ننتظروا وصول لاعبين فريق الرجاء. سنوفيكم بكل ما هو جديد ان شاء الله على المباشر. Oh!